بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنشوف بندانة شعر من الخرز. دي بندانة أنا عملتها من الخرز الشفاف اللي هو مقاس 10. شوفوا قد ايه حلوة وجميلة. أنا عملتها بالغرزة الرباعية. تعالوا بينا نعمل واحدة تاني زيها بس الطريقة دي، وهنعمل غرزة رباعية. احنا عملنا الغرزة الرباعية كتير قبل كده، 4 اهو. هيك هعمل كده، هعمل عقدة، احاول اخلي الطرفين قد بعض، ادخلها من هنا كده الطرف التاني، هلفه كده احاول اخلي الطرفين قد بعض. وبالطريقة دي كده اتعملت الغرزة الرباعية، وكمان سمعت صوت العقدة. شوف شكلها. هكمل بنفس الطريقة. هنا عندي خرزة واحدة، يبقى ناقص لي ايه؟ 3. يبقى انا هحط كده واحدة طرف، هخلي طرف واحد احط فيه الخرز، الطرف التاني مش هحط فيه خرز. حط واحدة بيضة، واحدة ازرق، واحدة بيضة كده. هعمل العقدة، ادخلها كده، تانية بقى اهي الطرف التاني اهو. كده عملت 2 غرزة رباعية. هعمل التالتة نفس الطريقة. والتانية كده وهبدأ بقى ايه اطول كده. هعمل ايه؟ ادخل الطرف ده كده عشان اعمل الصف التاني. ودي امررها من هنا. الطرفين عندي طالعين من خرزة واحدة. شوفوا قد ايه بقى جمالها. ابدأ بقى اكمل من هنا كمان غرزة رباعية. عندي المرة دي واحدة بيضة، يبقى هدخل 2 ازرق وواحدة بيضة. تعالوا نشوف ده في الخرزة البيضة كده اللي جنبيها دي. ودي هدخلها في الزرق. بالشكل ده كده. هنا عندي خرزتين، يبقى ناقص لي خرزتين، ادخل واحده بيضه وواحده زرقاء. الزرقاء الاول هنا عندي خرزتين، ادخل خرزتين، واحدة بيضة وواحدة زرقاء. ده مرة دي كده.
ندخلها هنا في البيضة كده، الطرف التاني. استمر بالطريقة دي. انا عملت هنا كان لون واحد، هنا دي عملت لونين، فهي بنفس الطريقة. هستمر بقى كده شوية وبعدين ارجع لكم. هنا كان الخرز الازرق ده كان خلص عندي، فانا لقيت عندي كم حبة خرز بس مدور نفس اللون، فحطيته لانه قريب منه في نفس اللون. دلوقتي انا هقفلها على بعضها كده علشان هي خلاص ده هو ده الطول اللي انا عايزاه، فهقفلها بالابيض بالطريقة دي كده. تعالوا نشوف. الشكل ده كده كده هحط خرز ابيضه. ودي بتدخل هنا كده. بتدخل هنا. اصبح عندي هنا كده ثلاث خرزات، ناقص خرزة واحدة بيضة. ادخلها اهي. الطرف التاني يدخل كده. اصبح عندي ثلاث خرزات، واحد اتنين تلاتة، ناقص واحدة بيضة. طرفت كده. اصبح عندي ثلاث خرزات، هدخل دلوقتي اخر خرزة اهي. كده اتقفلت. قبل ما اطلعهم كده بعمل العقدة الاول هنا بالشكل ده كده. وبكده البندانة بتاعتي خلصت. ده هي محيط الراس اللي احنا عايزين. دلوقتي بقى فاضل عندي اشوفه شكلها جميل ازاي. اتخلص من الخيط ده. الخيط ده انا مش هقصه بالشكل ده كده. كده انا اتخلصت من الخيط. كده البندانة خلصت. شوفوا جمالها قد ايه. بكده الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى انه يعجبكم. تنسوش اللايك والشير. وحبايبي اللي لسه مشتركوش، اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا معنا زر الجرس على الكل. وبحبكم في الله، مع الف سلامة.